السلام عليكم، أهلا أحبتي في الله، كامل مشاهدي الكرام، معكم حنان الجزائرية اللي تدعو بالأعشاب. إن شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي وفي صحة جيدة. برك برك تفاعلوا معايا، ما من ما شرح تستفاد من الوصفة دي، لنا لايك وبارطاجيو مع أختكم غير باش يكون عندي تحفيز ونحط لكم يوميا بإذن الله. حفزوني نتوما بكم نتوما لننشط ونحط لكم وصفاتي الرائعة والفعالة وشفاء تام بإذن الله تعالى. ديجا راكم تكتبوا لي في التعليقات، فضلا رايح نطلب منكم طلب اللي أي أخت استفادت من أي وصفة من وصفاتي تكتب في التعليقات للأخوات باش يستفادوا وتدوا الأجر مع حنان. أي أخت استفادت من وصفاتي هذه هي إن شاء الله. برك ما يعني ما تضربوش النحكي، ما يقولك اللي استفادت من وصفة ما فيها والو، مجرد تعليق تكتبي واش استفادتي أختي. هذه هي نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رايحة نعطيكم وصفة لتحفيز الذاكره، ماشي غير تحفيز، تحفز الذاكره اللي عندها ذاكره تاع نايمه وغير ناشطه، وتعمل الذكاء بوكو بليس، يعني تعمل الذكاء وتعمل القدره على كيما نقولوا باش للتفكير، باش يفكروا لاولادنا للدراسه، تفيد للاطفال الصغار تاع بريمير، تفيد الاصحاب اللي راح يجوزوا البيام تاع الباكالوريا تاع الجامعه، ميم حتى اللي عندهم شغل عندهم الدوبي تاع لازايمر، اللي يروح لهم التفكير، اللي يروح لهم التخمام، اللي ما يتفكروش عفايسهم دوزانهم وين يديروهم، للكبار روعه روعه. شوفوا جربوها وادعوا لي، ليست مجرد وصفات، راني نعطيكم وصفات فعاله وربي شهد عليا باذن الله تعالى. نبدا عندنا عشبه الجنكه، ها هي عشبة الجنكة معروفة، هذه شريتها باش نصور لكم ونديرها لبنتي، هذه 5000 شوفوا شحال طاني لاباس بها، اشرو 10000 ولا، فهمتوا؟ ها هي، وعندنا عشبة لوبان تكر، لوبان تكر هذه 5000، 5000 هي عطاني كمية لاباس بها، هادو شريتهم لبنتي، وربي شاهد عليا هاد الوصفة جد فعالة. البنات الوصفة اللي حطيتها لكم من قبل تاع المكسرات وبالزيت إكليل الجبل وبالعسل الحر ومكسرات معاهم عفايس، والله وربي شاهد عليا ما راني نزيد عليكم في كلمة، كانت جبارة لما عملتها لبنتي. شوفوا تفاعلت معاها بقوة كبيرة، وكانوا أخوات كتبوا لي في قناتي الأولى للطبخ والروتينات واسمها كوزين حنان، غير ديروا كوزين حنان راح تخرج لكم. إذا دخلوا سيدات وكتبوا لي بارك الله فيك، رانا ندعو لك الحمد لله. دوك نحطها لكم في صندوق الوصف هنايا في هذا الفيديو، عملوها معاها، عملوها في زوج هذيك وهذه، وهذه اللي رانا راح نحطها لكم فعالة بقوة كبيرة. شوفوا هذا اللوبان تكر، هذا ما راهش الأصلي، الأصلي راه يدير من 3 ملايين وطلع كيما تعرفوا، شوية كي من هكا يعطي لك، قولوا هذو تجيبوها ب 200000 300000 200000 300000 كي من هكا، هذا شويه انا هذه 5000. هذا اللبان الذكر النوعيه الاخرى، بصح فيه فايده ايضا، هو ثاني فيه فايده. شدوا كميه غسلوها، شدوا قاروره تاع ماء، هنا ما نرشح نعملوا كسرونه، اللي بغى تعمل كسرونه اللهم بارك. شوفوا نعطيكم الطريقه الاولى، الطريقه الاولى واش ديروا، شدي قاروره تاع ماء كي من هكا لوليداتكم، بصح بشرط تستعملوها الصباح فور النهوض من الفراش، ما ولا في الليل كي يجوا رايحين يرقدوا. شوفوا اعطوهم فنجال، فنجال للدراري الصغار، فنجان صغير تاع قهوة، وللكبار اللي يقروا في الثانوية، اللي يقروا في الليسي، في السويان، في الجامعة، شربوا كاس كبير كي من هذا، كي من هذا، صفوا وشربوا. دونك واش ديروا، قرعة تاع ماء كي من هكا، ماء معدني، تعملوا فيها شوية تاع هكذا، قيس هكذا، قيس ملعقتين صغيرة، دقيقة نغسلها نتخلص من الغبار ونولي معكم. ها هي راني يعني غسلتها بالماء تخلص من الغبار، تعملوها في القاروره هكذا غير باش للدراري الصغار، هذه باش الصباح كي نوضوا ما ظلوش يعني تديروا في الكسرونه هكذا. نعاود نشد، ها هي الجنكه، عشبه الجنكه، شدوا كميه لاباس بها هكذا، تتخلصوا من الغبار هكذا. حاولوا شروا لي الاوراق تاعها خضراء هكا، ما يكونش فيها هذا البرتقال هكذا، تخلصوا من كامل الغبار تاعها وعملوها في القاروره تاعكم. ولكن بسرعه باش ما تطلقش الزيوت الطياره تاعها، راكم تسمعوا فيها كي راهي تقرمش، راها عاده جديده،
اللي تصيبوها يعني نية ما فيهاش هاد القرمشة، راكم تسمعوا ما تشروهاش، عارفوا صاي لا ميديتي ما تخدمش معاكم. ها هي شوفوا الغبار اللي طاح، لو كان ما تغسلوهاش صح بسرعه، ولكن بسرعه كي تعملوها في المياه باش تغسلوها ولا تخلصوا من الغبار، وبسرعه باش ما تطلقش الزيوت تاعها، تعملوا هذا الحركه هكذا يعني تخلطوا مع بعض. تستعملوا هذا الطريقه في الليل ولا في الصباح، في الصباح ما تعطوهمش يشربوا في نفس اليوم، ما تمدولهمش يشربوا في نفس اليوم، تعملوها في الصباح ولا في الليل، ولا عملوها في الليل وخلوها هكذا فوق الطاوله ولا في البوطاجي، ولا الصباح غير ينوض اللي راهو حاب يستعمل الوصفه غير ينوض، اذا كان كبير يستعملها وحده ولا دراري صغار طهم نتوما، عملوا هذه الحركه جيدا الصباح، تلقاو هذا اللبان ذاب، لبان ذكر تلقاوه ذاب كي الحليب، تلقاوه ذاب ولا اللون تاعه يتغير ما بين اللون كيما الحليب واللون تاع هاد الاوراق، وتصيبوا الاوراق هذه طلقت الفوائد تاعها واللون تاعها. الوغ الصباح كي تعملوها في الليل الصباح، خذوا القاروره هكذا جيدا جيدا، شدوا كاس وعملوا مصفاه تصفيه واعطوهم يشربوا على الفراغ اجان فوق النهوض، من فور النهوض من الفراش، واللي ينوض الصباح بكري باش يحفظ ولا يعمل تمارين ولا يراجع يستعملها ما مع 3 تاع الصباح 4 تاع الصباح، يعني هو وما ناض يصفي ويشرب ويبدا يدير في التمارين تاعو ولا يحفظ ولا يراجع ولا ليسونسييل، تستعملوها مع القرايه هذه وتصفى ايضا وتشرب كاس قبل النوم، يصفى ويشرب كاس قبل النوم، هذه هي كاس صباح كيما عطيت لكم الوصفات. شوفوا هي من الاحسن نصيحه تشرب عند الفجر، يعني الأذان الأول تاع الفجر، فيها حكمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا باستعمال يعني تداوي بالأعشاب، يعني تستهلك مع الفجر، الصباح مع الفجر صدقوني نوضوهم يحفظوا يراجعوا يعني القراية تاعهم كاع القراءة تاعهم مع الفجر، أنا ولادي نوضوا الصباح مع الفجر يراجعوا، فوالا، الأذان الأول صفوا وعطيوهم، وفي الليل تاني كي يجوا رايحين يرقدوا، هاو ديجا بدا يذوب راكم تشوفوا فيهم، يشربوها من بعد العشاء في الليل، صافي زوج مرات في اليوم، صباح الفراغ وفي الليل كي يجوا رايحين يرقدوا، كي يشربوا صباح الفراغ وراهم يراجعوا ولا مع الأذان الأول نصيحة نصيحة، صدقوني رايحين تستغربوا نتيجة مبهرة بإذن الله، على 7 8 يعطوهم حليب تاعهم مع حلوى ولا، ليسونسيال ما بين الوصفة وباش يشربوا الحليب ساعتين، يعني على الفراغ تشربوهم ساعتين أبخي من بعد باش يشربوا الحليب تاعهم عادي. وعندنا طريقة أخرى ها هي اللي هي إكليل الجبل، شوفوا إكليل الجبل يعمل الذكاء ويقوي الذاكرة وينميها من الأعماق، ما نحكي لكمش قداش معجزة هذا الإكليل الجبل، ولكن يكون إكليل الجبل الجبلي، إذا ما صبتوش لي في الجبل معناتها باش يفيدكم غاية، إذا ما صبتوش استعملوا هذا اللي راهم يغرسوه في الجنانات وكاع عادي، شلوه هي الجبلي تاع الجبل مليح، شلوه من الغبار، أنا هنا راني غاسلاته، شديري تشدي كمية من الكسرونة هكذا كبيرة ولا صغيرة، تعملي فيها ربطة لاباس بها، تشليها تقطعيهم هكذا هكذا، تقطعيهم وتعمليهم في الماء يغلو 5 دقائق، 5 دقائق والنار ناقصة وهو مغطاة. ومن بعد واش ديروا تصف تخلوه يزيد يترنخ واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، ماشي 5 دقائق، ربع ساعة، ربع ساعة من بعد ما غلى يغلي 5 دقائق وهو مغطي طفوا عليه، ومن بعد تستناوه 10 دقائق حتى ربع ساعة، اعملوا هذه الحركة صفي واعطوهم يشربوا، واعطيوهم يشربوا بدون سكر، للأمانة بدون سكر، السكر ينحي كاع الفوائد تاع الأعشاب تاعنا، زيدوا اللي حبت تعمله ودير العسل، ولكن العسل اللي فيه فايده ماشي مجرد عسل اللي بالاعشاب باهي فيه، تصفوا واعطوهم يشربوا. فوالا نزيدكم لا سوج الماريميه ماشي من ريوة، الماريميه اللي وصلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سوج ولا سواك النبي، هذه هي تعملوها تاني، ديروا الميه كيما الاكل الجبل، تبغوا تحبوا ديروهم مع بعض، يعني تعملي هكذا ربطه
تاع اكلي الجبل وديري معها كمشه لاباس بها تاع الميرامية، سينو ديريها وحدها. هما في كلتا الحالتين للزوج، ميرامية اللي هي لاصوج ولا عفوا مع اكلي الجبل، تعملي كمشه مع هذا الربطه، ولكن كبروا شويه الماء، كسرونا في نصف لتر من الماء، تشلوهم من الغبار، توضعوهم يغلو 5 دقائق وهما مغطى، طفوا النار عليهم، ومن بعد تخلوهم يريحوا ربع ساعه، تعملوا هذه الحركه صفي وتعطوهم يشربوا مع الفجر ولا كيكونوا رايحين. هي من الاحسن استعملوهم هذه الوصفات من الان منظرك، لان الاختبارات الاسبوع الجاي ان شاء الله. دونك هادو يستعملوا يعني حتى يحبسوا القرايه، راكم تعطيهم حتى يحبسوا القرايه، هذه هي، ما تعملوش السكر لمده اسبوع، يستعملوهم لمده اسبوع، شوفوا رايحين تنبهروا بالنتيجه. ميم كي تعملوا سلطه تاع الخضر ولا سلطه الحشائش، نحيوا هذا الوراق هكذا، نحيوهم هكذا، قطعوهم هكذا وعملوها لهم فوق السلطه، والله العظيم بدون حلف، تعرفوا وصفاتي بمصداقيه كاع راكم تدعوا لي، وحطوها فوق السلطه، هذه هي. ما تكثروش لاصوج اللي هي الميراميه ولا اكلي الجبل، اذا درتوا هذه الكميه تاع الماء الصغيره ديروا غير هذا الاكلي تاع الجبل هذا شويه، وكمشه صغيره قيس ملعقه كبيره تاع ميراميه حطوهم هنا وكملوا باقي طريقه. راهي جايه وصفات اخرى ابغى هذه الوصفات اللي مديتهم لكم، ميم هذه الوصفات صدقوني شوفوا معجزه، جربوا وادعوا لي، تعرفوا وصفاتي انا نفيدكم وربي رشهد بمصداقيه، راكم ديجا تعرفوني. مع السلامه في امان الله، ديروا لنا برك بارطاج، سلام.